سمن تنستو كايرو ميدرسو سودان برهان ميچاوتو كايرو كتمان يتنطللو وباين دينو وباين دينو وباين دينو وباين دينو وباين دينو وباين دينو هل سمعهم دي ولتن يوزو موليتو كو يمولانو وباين እንዴት ይሆናል ይሁን እኔ አንተን ሳላይ ቻሎ እንግዲህ እኔ እንችለነውን ምርምር ተዛሬ አባይ እንዴት ይሆናል ይሁን አንተን ሳላይ እኔ አንተን ሳላይ አይዞሽ ከለተ አይዞሽ አይዞሽ በቃ ምን እናርፈጣ ምን ማረጋ ይቻላል በጣም ያሳዝናል ህፃናት ሴቶቻችን እርግዞች ወንዶችም በየእስርቤቱ በተለይ በሪያድ ላይ እየተሰቃዩ እየተንገላቱ እየሞቱ ነው ያሉት። ምን እንደምናደርግላችሁ ለግራም ያጋባ ነው። ባለ ያለን አማራጭ በየሚዲያው ላይ ሼር ማድረግ ነው። መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድላቸው ሼር ማድረግ ነውና አባካችሁን በቻላችሁ ታቅም በምትችሉት ሚዲያ ሁሉ ሼር አድርጉላቸው አባካችሁ። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام نرحب بكم في المؤتمر الصحفي الثاني لقاده قوات امن الحج لموسم حج هذا العام 1442 نستعرض في هذا المؤتمر الخطط الامنيه والمروريه والتنظيميه للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء نسكهم بسلام آمنين. يتفضل الآن سعادة نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان باستكمال شرح الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام وإدارة مشاركة القيادات الأمنية. ሶብር ላይ ጊዜያቸውን ላጠፉ ሶብር ላይ አደራ ለተባባሉ ሶብር ላይ ለተበራቱ ሰዎች የሚከፍለው ምንዳና ክፍያ እዚህ ግባ የሚባል ስፍር ቁጥር የለውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ብቻ ነው የሚያቀው ስለዚህ ሶብር ላይ ልትበራች ይገባሻል በሚያጋጥሙሽ አዛዎች በሙሉ ሶብር ልታደርግ ይገባሻል ይሄንን ኢንሻአላሁ ተዓላ እህቴ ሆይ ልብ ልትይ ይገባል ማለት ነው ሌላኛው ባለትዳር ሆነሽ የምትኖሪ እህት ካለሽ ባለትዳር ሆነሽ ከትዳር አጋርሽ ጋር ሀያትሽን የምትገፊ እህት ካለሽ አንድ ጥቆማ ልጠቆምሽ ወድጃለሁ አንድ ሐዲስ አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ረሂመላሁ ረጁላን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኮ ለዛ ለሰውዬ አዘነለት قام من الليل كلاليت كفلت وسنون قم فصلى كزام سجد وايقظ امراته اني بتشالمن سجدالو اني بتشالمن ود الله اقربالو بالبيتي مكو غداو يملكتات البلو فانقضها كسكسات وين دغمو وايقظ امراته بالبيتون كسكسات فصلت كزام بحالا اسوام سجدتشالو فان ابت انكلف انكوان اسجروات انبي كالتشو نضحا في وجهها الماء في توالي وحال رجعت تارغو كاسكسوات اني بيتشال من اسجد الله بلو اندو انكلف بي اسجروات انكوان في توالي وحال رجعت تارغو يكميستو انكاسكسو سمي اسجدات لهو نو سوي الله Subhanahu Wa Ta'ala الزن التي لالو ارى لو اند بيتشار لم يتزنو يكترونا من لالو رحم الله امرأة الله دمو لزاش لسيتي يعزن اللات قامت من الليل
ከለሊቱ የተወሰነውን ፓርት ለመቆም ተነሳለች አሉ ፈሰለት ከዛም ደሞ ተሰግዳለች وايقظت زوجها ارني بالچالمن لمني ودع الله تقاربي بالبيتي لمن يقرال بلا دغمو وايقظت زوجها بالبيتوانم تقسقسوالچ فصلى ከዛም ደግሞ ይሰግዳል አሉ فان ابا امبي كالن قلفاس چغروت دغمو نضحت في وجهه الماء ፊቱላይ ወሃን ረጨት አርጋ ተቀሰቀሰዋለች ይነሳል ይሰግዳል ይሄን ላደረገችው ሴትዮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘነላት ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ከላይ የተቀሰቀሽ ትንሽ ነገሮች በመተግበር ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህ መልካም ካላችሁ ሴቶቹ ለመሆን ጥረትሽ ለታሳይ ይገባል ማለት ነው አላህ ጥረታችን ነው የሚያየው ማለት ነው አላህ ጥረታችንን የሚያየው መንጀደ ወጀድ كما يقول العرب عربوچ እንደሚሉት ይሄ ንግግር አላችሁ ማለት ነው እህቶቼ በዚህ ላይ ለምበረታ ይገባል ለማስተዋወስ ያክል ኢንሻአላህ ስለጨረስኩኝ ማለት ነው የመጀመሪያው ባልሽን ቤትኛው